Radio NFM 91.2. طلعت الجديد يا سيدي. اليوم باش نحكيوا على كيفاش كانت البلاد العربي هي عبارة على حصن دفاعي. من قديم الزمان كانوا الصفاقسية يعانيوا من الهجومات اللي تجي من البحر ومن البر زادا. برشا جيوش كانت تهاجم المدينة كما فرسان مالطا والنورمان والفرنسيس وأهل البندقية والقبائل العربية وغيرهم. وكان سور البلاد العربي هو أول خط دفاعي في صفاقس. السور هذا كما حكينا قبل تبناه في العهد الأغلبي في القرن التاسع ميلادي، وقعد صامت حتى لليوم لأهميته والقيمته الخاصة عند أهل صفاقس. طول السور أكثر من 2500 متر ويحمي صفاقس من الجهات الكل، وكان ارتفاعه تقريبا 11 متر ولكن يوصل في بعض البلايس حتى ل 17 متر. وكانت الأبراج مزروعة على طول السور ونلقاو منها الرباعية والسداسية والثمانية. أهم الأبراج هو برج القصبة اللي كان فيه ثكنة للجيش من العهد الحفصي، وقعد مركز عسكري استراتيجي حتى العهد الاستعمار الفرنسي وبعد الاستقلال وقت تحولت القصبة لثكنة للحرس الوطني. أما البرج الثاني هو برج النار اللي تسمى بالاسم هذا على خاطر يقولوا اللي وقت الحرب كانت الرسائل تتنقل بين الأبراج باستعمال النار للتبليغ عن أي خطر كما كالهنود الحمر يعني. شوفه. ومن بين الأبراج الأخرى نجم نذكر زادة برج رصاص وبرج سيدي سعيد خنفير وبرج القصر وبرج لمسعود السمرة وغيرهم. أكثر الأبراج هذه موجودة من جهة باب بحر على خاطر نعرفه في قديم الزمان اللي أكثر الأخطار تجي من البحر، وبحر صفاقس كان زادة ديما مهدد بالجيوش والقراصنة. على طول السور كان ثم الفتحات والبناجر اللي كانوا يستعملوهم أهل صفاقس باش يضربوا المدافع والمقارن وقت الحرب. وتو احنا لو كان واحد بدا ماشي يهز راسه شويه لاعلى السور تو يشوف الفتحات هذوما والبناجر اللي نحكيوا عليهم. ايواش. بالنسبه لسور صفاقس كان فيه زوز بيبانكاو وكانوا يتسكروا في الليل لحمايه المدينه، وكان قبل المغرب يخرج طبيب ينادي يبدا يعيط الباب الباب يعني باش الناس يعرف اذا كان شكون باش يدخل ولا باش يخرج حتى لين يعني باش يسكر الباب. باب حربيدو ما يدخلش طول المدينه، لازم تتعدى برشا سقايف وباش توصل لوسط المدينة. هذا يعني هو جزء من الطبع الدفاعي للبلاد. برشا عباد ما تعرفش مثلا اللي البلاد العربي كانوا فيها أبواب سرية يستعملوها وقت الخطر باش يطلبوا العون وإلا باش يهربوا بها العباد. أبو بكر عبد الكافي حكى على ثلاثة أبواب في المدينة، لكن اليوم نلقاو باب واحد ينجم أي شخص يشوفه ويتسمى باب غدر. تعرفوه وين ولا؟ هو في متحف القصبة، ونجموا احنا أي واحد يمشي لمتحف القصبة ويشوف الباب هذايا. جدودنا قبل كانوا يحكيوا على الدواميس اللي كانت محفورة تحت الأرض وتعدي بين الديار، وزاد كانوا يستعملوها باش يخرجوا من البلاد العربي وقت الخطر. الدواميس هذم الأكيد كانوا موجودين، لكن ديما الحكايات اللي من الذاكرة الشعبية تكبر يعني بشوية بشوية لين اليوم ولين نحكيوا على دواميس يعني طولهم بالكيلومترات وكل شيء، وهذا يراه ما هوش صحيح وما تصدقوش كل ما تسمعوه. أي سيدي نقولكم راهي أنهج المدينة ضيقة، ثم أنهج ما تعديش وهي زادة طريقة دفاعية باش ما ينجمش يدخلها الجيش دفعة واحدة. يعني كيبدأ الأنهج ضيقة يعني ما ينجمش الجيش يدخل فرد ضربة، وحتى كي يدخل يعني جزء من الجيش فإنه إذا كان دخل يحصل. مدينتنا هي قلعة أجدادنا وصورها دافع على هالبلاد العزيزة أكثر من 1000 عام. نحاول اليوم نحافظ عليه حتى بأبسط الأشياء، ونتلقاو إن شاء الله في حلقة جديدة من قلعة الجداد مع صديقنا زاهر كمون.